Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس زواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس زواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز. 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. حلقة اليوم مخصصة لقضايا الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف. بإمكانكم المشاركة في البرنامج على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023، ودائما على الواتساب 313-327-7074. بإمكانكم الحصول على استشارات مجانية في قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، قضايا إصابات العمل، الأخطاء الطبية والهجرة والإفلاس والضمان الاجتماعي وقوانين العائلة في مكاتب المحامية جومانا كيروز. ورقم الهاتف في المكتب هو 248-557-3645. تحياتنا لكم. جومانا مساء الخير، ورحب بك في برنامج يور رايتس. صباح الخير رامي، يعطيك الف عافيه. كيفك الله اليوم؟ الله يعافيك، الحمد لله، نسال عنك ان شاء الله بخير. كتر خير الله، وان شاء الله يا رب انه كان الويكند تبعك وللجميع سليم. وصباح الخير، صباح الخير للمحامي سام سيف اللي انضم لنا واللي بينضم لنا كل نهار تنين لمده ساعه نحكي عن قانون الهجره والتجنس. وبالبدايه نحكي عن اي اخبار جديده، اي تغييرات من اسبوع الى اخر. سام يعطيك العافيه. الله يعافيك جمانة، ومرحبا رامي والمستمعين اللي ويانا اليوم. شكرا سام. إذا بتسمح قبل ما نبلش ناخد اتصالات على 313-769-6666 ومن خارج الولايات المتحدة 519-256-1023، شو آخر المستجدات من الأسبوع الماضي؟ نعم، شكرا جمانة. عندنا عدة أخبار مهمة للمستمعين للهجرة. أول شيء، البايدن ترانزيشن تيم قالوا أنه يريدون يسوون قانون، لو على الأقل يدزون قانون جديد للكونغرس أول ما يطبون للسلطة فخلال أول 100 يوم. وما نعرف بالضبط هي شنو التغييرات اللي راح يسألون عليها، بس هذا راح يكون تغيير قوانين الهجرة بشكل عام، يعني مو بس تغيير regulations لو تفسير للقانون. فرح نتابع هذا الشيء، وطبعا أول ما يصير أي تغييرات لو لما يقدمون هاي القوانين للكونغرس رح نبلغ المستمعين. نعم. الثاني شيء أريد نتكلم به أنه سمعنا الستيمولس باكيج اللي قبلت عليها كونغرس واللي وقعها بريزيدنت ترامب جديدة خلال آخر أسبوع أو أسبوعين. هاي الستيمولس باكيج الجديدة راح تأثر على العوائل اللي عندهم ميكست ستاتس، يعني يجوز الواحد من الهزبن لو وايف عندهم جرين كارد لو جنسية، والثاني يعتبروهم illegal.
هاي الميكس ستاتس فاميليز سابقا بالستيمولس باكج اللي وقعوا عليها بمارش 2020 ما كانوا يستحقون يحصلون ال $1,200 لكل شخص بسبب أنه واحد من العائلة ما عندهم social security number. فحتى الـ US citizen ما كان يستحق إذا كان مسوي joint filing للتاكسز مالته قبل مارش 2020. بس بالستيمولس باكج الجديدة ضافوا الأشخاص اللي عايشين بميك ستاتس، يعني جوز الزوج عنده جنسية بس الزوجة جوز ما عندها أي ستاتس، يعني جوز دخلت illegally لو بقت أكثر من ال B1 B2. فهذول العوائل هسه يستحقون على الأقل الشخص الواحد الـ US citizen لو green card holder ياخذ الـ $600 بالستيمولس باكج، وإضافة على هذا يحصل الـ $1,200 اللي ما كان يستحق إلها من المارش 2020 ستيمولس باكج. فهذا رح يأثر على هواية ناس. أي شخص ما كان محصلها قبل الـ 1200 إن شاء الله يجوز يحصلها عن قريب، وإضافة على هذا يحصل $600، ولكل طفل مولود بالولايات المتحدة هم رح يقدرون يحصلون على الأطفال. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث أنه القوانين لو regulations مع اللجوء اللي طلعت قبل كم أسبوع، ويعني رادوا يحطوها بالاستعمال بداية January 11th، يعني هاليوم كانوا المفروض يكونون يستعملون هاي القرارات الجديدة. هاي رح تتوقف، الحكومة ما تقدر تنفذ هاي القوانين الجديدة بسبب أنه المحكمة Federal Court وقفت هاي القوانين، وكانت تتأثر على معظم قضايا اللجوء اللي بداخل الولايات المتحدة مقدميها. فهاي رح يوقفوها، وأكيد لما تدخل البايدن administration January 20th رح يوقفون من صفحتهم، يعني من صفحة الحكومة، لتنفيذ هاي القوانين. طبعا كان اكو واي نيوز على هاي القوانين، وهاي القوانين الجديدة كانت تأثر على قضايا اللجوء بشكل هائل. يعني حتى كانوا ناس يقولون أنه القوانين الجديدة بشكل رح تنهي اللجوء بداخل الولايات المتحدة. فهذا فشي جيد. أي شخص يفكر يريد يقدم على لجوء، القوانين الجديدة ما رح تأثر عليه حاليا، فهسه الوقت أنه يبدي يشوف إذا يستحق يقدم لجوء ويقدم قضايا لجوء. وآخر شيء ردنا نبلغ المستمعين عليه، قبل كم يوم الـ USCIS كملت رول جديدة، regulation جديدة بغرض الـ H1B فيزا. للمستمعين اللي يعرفون بها الـ H1B فيزا، هي الفيزة عمل للأشخاص اللي عندهم bachelor's degree لو أكثر ومحصلين sponsor، وهي sponsor هي شركة تكون تريد تقدم لهم معاملة لغرض عمل. الـ H1B فيزا عادة كل سنة يصير لاتري، يا نصيب للناس اللي يقدمون H1B فيزا، بسبب أنه أكو أكثر ناس لو شركات تقدم من ما أكو H1B فيزاز موجودة كل سنة. 85,000 فيزا موجودة كل سنة، وأكثر من 200,000 يقدمون كل سنة. فيسوون يا نصيب كل سنة بداية أبريل
على مود يشوفون يا شخص يستحق ويا نصيب يعني تكون لأي شخص يقدم لو لأي شركة تقدم يحطون اسمهم بهاي يا نصيب ويختارون random cases يعني من هاي 85,000 ماكو كريتيريا ثانية يختارون منهم بس الرول الجديدة يريدون يبدون بها مارش هالسنة يعني على يا نصيب الجديدة رح يفضلون القضايا ويا الأشغال والأعمال اللي حصلون أكثر سالري أول فإذا أكو قضايا حصلون أكثر من 100,000 سالري بالسنة رح يفضلون هاي القضايا قبل لا يفضلون القضايا اللي أقل من 100,000 فرح يستعملون الويجز مع الأشخاص لاختيار يا قضايا يقدرون يحصلون بها H1B فيزا هذا فشي كلش مهم لأنه رح يكون مثل discrimination ضد الشركات لو ضد الأعمال اللي ما تستحق ياخذون سالري عالية مثل إذا engineer شخص عنده bachelor's degree electrical engineer يجوز كبداية الشغل مالته يستحق 60,000 لو 70,000 بالسنة وهاي الشركة عندها يعني احتياج لشخص عنده هاي الالكتريكال انجينير وما يقدرون يلقون الادوكيشن لو الاكسبيرينس بالمنطقة اللي هم موجودين فلهذا الغرض يقدمون على H1B فيزا لشخص هذا القانون الجديد راح يفرض على هاي الشركة لو يدفعون أكثر لهذا الشخص لو البوزيشن لو ما يقدمون H1B لأنه يجوز ما يقدرون يحصلون الفيزا فيكون نوع الديسكريمينيشن ضد هذول الأشخاص وأكيد هاي راح توصل قضية بالمحاكم طبعاً بأي وقت إحنا هسه نحكي على قوانين هجرة والتنفيذات الجديدة اللي تصير ويا الترامب ادمنستريشن لازم دائما نفكر اذا الحكومه الجديده البايدن ادمنستريشن راح تغير هاي القوانين والبايدن ادمنستريشن ليها سماح جت على H1B فيزا والتغيير اللي سواه بريزيدنت ترامب فما نعرف اذا راح يريدون هم يرجعوها مثل ما كانت قبل فطبعا راح نبلغ المستمعين لما نعرف اي تغييرات راح تصير Very good. Thank you so much على كل هالمعلومات. جينا اتصال من تقريباً 5-6 دقائق. ما بعرف إذا المتصل بعده على الخط. إذا بعده بناخده وإلا بناخد وقفة سريعة. هلو؟ عم نسمع. هلو؟ استاذ تفضل. نعم يا أهلا وسهلا. يا أهلا. صباح النور. منيح كيفك أنت؟ الحمد لله بس عندي سؤال للمحامي إذا ممكن تفضل تفضل أهلا وسهلا سمعت إنه لو بيك شونك الحمد لله سمعت تقول على اللي ماخذة والألف ومئتين والستمية نعم القرار الجديد أساني مثلا بنتي كنت متأخرها وياي بالتكسات ما حصلت وأيضا كانت عمرها يعني 17 تدري ذيك المشكلة صارت همين على الأعمار فما أدري بهاي الحالة راح تأخذ 1200 و600 هسه لأن احنا سمعنا حتى 600 ما راح تشملها نعم تعتمد على الوضع شغلة الأطفال مو كل طفل يقدر يحصل أكو شروط للأطفال حتى لو إذا كان عندهم جنسية أمريكية لو green card وأعرف جمانة هم تابعت وحشت على هذا الموضوع طبعا أكثر مني فإذا جمانة تعرفين إذا أكو تأثير على الأشخاص اللي 17 سنة عمرهم بصراحة ما درست القانون الجديد بطريقة واضحة فما بفتكر فيني جاوب بمية بالمية تأكيد نعم اللي كلام اللي احنا نحكي بي على الميكس ستاتس فاميليز
إذا أنت عندك جنسية بس زوجتك يجوز ما كان عندها جنسية لو موجودة illegal وعدكم أطفال. لا لا أستاذ إحنا كلنا عندنا جنسية بس أنا كنت مخلي بنتي وياي بالتكسات وأيضا كانت بعد يعني ما صايرة 18 كان باقي لها كم شهر فما أخذت 1200 حتى اتصلت بال أبو التكسات قال لي نعم. ما تستحق بوقتها فهسه نعم واكو نعم حتى العفو سمعنا بانه ما راح تنشمل الشغله يا على شغله الاطفال تعتمد اذا يستحقون لولا حتى لو اذا اهاليتهم عندهم جنسيه وجرين كارد طبعا اكو اشخاص يجوز يستحقون بس ما حصلوا بذاك الوقت ونعرف أنه هذول الأشخاص بالوقت اللي يطبقون التاكسز مالتهم بسنة 2021 رح يقدرون يستفادون من الستيمولس باكيج لو 1200 لو 500 لو 600 بالوقت اللي يقدمون التاكسز فأنت أحسن شيء ترجع للأكاونتنت مالتك وتأكد وياه إذا ما تقدر تحصل الستيمولس باكيج لبنتك بالوقت اللي تقدم التاكسز نعم بطريقة سريعة وما بدنا نحكي كتير عن هيدا الموضوع لأنه بالفعل خارج عن 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 موضوعنا لليوم اللي ما رح يقدر يخدهم هلأ وقت اللي بيقدم التاكسز تبعه مفروض يخدهم بعدين هذا اللي عم بتقوله سام ما هيك؟ صحيح Yes, that's what we know That's what we know. بتعتمد على الـ على الفايلينج على الـ IRS filing, State of Michigan filing. عنا اتصال آخر رامي؟ نعم عندنا اتصال على الهواء. ونذكر مستمعينا بأرقام الهاتف بشكل سريع 313-769-6666-519-256-1023 ألو مساء الخير؟ وبناخد نعم يا مساء الخير صراحة I'm calling to speak to lawyer Sam كان عندي موعد معه على فرايدي وبس حبيت اتشكره على الهواء والعالم كلها تعرف how professional he is helpful جيت اتصلت بقضية طلاق و immigration the same time وصراحة المعلومات اللي اعطاني اياها ما كان حدا مفتح لي عيوني عليها so بس حبيت اتشكره و he's so professional و وبتمنى انه كل حدا يواجه قضيه يروح لعنده That's very kind of you. شكرا على الشهاده الجميله جدا مع مين عم تتكلم صدقا وصراحه معك حسين بيضون يا اهلا مستر بيضون شكرا جزيلا صدقا وصراحه يعني في كثير يعني جربت رحت عند بدل المحامي 4 أو 5 محاميين في نقطه بس صغيره فتح لي عيوني عليا يمكن كنت خسرت قضيتي كلها بسببه كتر خير الله كتر شكرا لله ويعطيك ألف عافية سام thank you thank you كتير الله يعافيك thank you إن شاء الله شكرا مستر بيضون شكرا على شهادتك الجميلة بنقدر نستعمل اتصال الأستاذ بيضون لنرجع نذكر شوي المستمعين إنه أوقات بيكون في overlap بين a family law case و an immigration case أو a family law, a criminal law case and immigration case وهون مثل ما قلنا أكثر من مرة يمكن مش كفاية وحتى استقبلنا المحامية ماريا بانشنكو وانت سام بحلقة كنا تلتتنا فيها ويمكن لازم نرددها إنه أوقات there are consequences للأشخاص اللي عندهم a pending immigration status وبدون يقدموا طلاقهم أو هن بالطلاق أو criminal law status بلا ما نحكي عن الاستاذ بيضون طبعا فيك تعطي مثل سريع مثلا ليش الفاميلي law case اللي عنده pending immigration status من المهم جدا انه يتكلم مع محاميين محامي بالفاميلي law محامي بالimmigration والمحاميين لازم يكونوا بيتكلموا مع بعض ينسقوا مع بعض مثل ما بيقولوا بالعربي نعم نعم وشكرا جمانة وطبعا احنا ما نقدر نتكلم على اي قضايا حتى لو اذا كانت يعني استشارة بس كشكل عام هواي أوقات لأنه حتى الاستشارة تعتبر attorney client privilege يعني مشمولة بسر المهنة سر السر اللي هو بين الموكل
وبين نعم. المحامي، حتى لو كانت الاستشارة ما أدت لأي شيء واللي استشار ما صار موكل، بالقانون يعتبر بعيون القانون كأنه موكل، ففيها سر المهنة. صحيح صحيح. فكشكل عام أي وقت شخص يعني عنده green card لو يجوز يريد يقدم على لجوء وأكو زواج بالموضوع، معظم الأوقات لما يصير طلاق أكو تأثير على الإميجريشن ستاتس بأي شكل له ثاني. ف يعني احنا قبل لا نتكلم ويا محامي فاميلي لو ديفورس اتورني، احنا نشوف شنو هو يجوز يصير التأثير على الإميجريشن ستاتس مال شخص، وبذاك الوقت راح ننبه الكلاينت لو البوتنشال كلاينت على الحاجة للاستشارة للفاميلي لا اتورني. وإحنا طبعا جمانة عندنا an excellent family law attorney نانا بالمكتب ماريا بينشينكو، يعني كم مرة أني اشتغلت على قضية وياها، وهي يعني المعلومات اللي عندها والطريقة اللي يعني تشتغل على القضايا it's excellent. بس شايف قليل من هالشي family law attorneys قبل. ونفس الشيء هي تشتغل على نفس الشيء تشتغل على ال criminal matters very professional و fights for her clients. فدائما إذا قضية تجينا بها criminal matter وال criminal matter بعدها ما كاملة، رح نستشار ويا ال attorney ماريا بينشينكو قبل يعني احنا نتقدم على الاميجريشن كيس. نعم. وبالاضافه بعتذر لقطع، اوقات محامي الكريمنال بده يستشير الاميجريشن لوير قبل ما يقبل اني بلي، ات جوز بوث وايز من الطرفين. صحيح صحيح. مرات ماريا يجوز عندها كلاينت واوقات تخابرني تسالني على البلي اغريمنت اللي يجوز يريدون يسووها ويا البروسيكيوتر، ومهمه انه تتابع لو تستشار الاميجريشن اتورني، بسبب انه اكو فقرات بالاميجريشن لا كلش كومبليكيتد. اذا البلي اغريمنت يجوز مبينه زينه اون بيبر فور يعني الكريمنال يجوز ماكو جيل، بس هي يجوز نفسها ال criminal matter ال criminal conviction تأثر على ال green card مال شخص لو ال non immigrant status مال شخص. فكل وقت يعني عندها قضية شخص عنده green card لو أي immigration status ثاني تتصل بينا وإحنا نستشارها وال client مالتها على أحسن طريقة يمشون بيها بالكريمينال كيس مالتهم. شكرا شكرا. وبناخذ اتصال اخر، ونحن بلشنا نتقبل كل اتصالاتكم 313-769-6666. هلو هلو. يمكن حضرتك معلى الراديو، اذا ممكن توطيه اذا بتسمع. نعم الظاهر يسمعنا من الراديو. الو وطينا صوت الراديو لو سمحت. تفضل انت على الهواء. بس بليز انا كنت سالت المحامي من فتره على الكيس الليلي، انا معي الجرين كارد من 2015 وسالته اذا فيني اقدم على الجنسيه، لانه كنت من 2015 ل 2019 روح واجي كل 6 شهور، وهلا صار لي اكثر من سنه ونص موجود هون بالبلد. زوجتي مواطنة أمريكية، وكان يومتها قال لي إنه أنا طبعت المهلة بس في قرار جديد نزل إنه ما فيني أقدم هلا، بدي أعرف إذا تغير القرار ولا لا. نعم. شكرا أستاذ. القرار الجديد اللي أنت تتكلم به وحكينا عليه سابقا طلع قبل كم شهر، وهذا القرار الجديد يأثر على الناس اللي عندهم green card اللي يستحقون يقدمون على الجنسية، بس
كان عندهم سفر سابقا قبل هاي المدة مال 3 سنين لو 5 سنين الشخص اللي لازم يطبقها على مود يقدم على الجنسية. والسفر تقدر تخلي الحكومة الأمريكية الـ USCIS تفكر أنه هو تخلى على الجرين كارد بسبب أنه هو عايش برا البلد أكثر من ما هو كان عايش بداخل البلد. هذا القرار الجديد لي هسه موجود، بعدهم ما ساحبين هذا القرار، ونفكر يجوز هذا من واحد من التغيير للقانون اللي راح يغيرونه ورما الحكومة الجديدة تدخل للسلطة. حاليا ماكو تغيير إلى ماكو محكمة أن وقفتها لو هيك شيء، ف يعني أنت أحسن لك تنتظر ما تقدم الجنسية هسه حتى لو عندك الوقت الكامل السنة ونص اللي تخليك تستحق تقدم بسبب السفر مالتك سابقا. يجوز لما نتقدم الحكومة الأمريكية تحطك بالإميجريشن كورت تحاول تسحب الجرين كارد منك لأنه أنت كان عندك سفر تخليهم يفكرون أنت تخليت على الجرين كارد. فانتظر لحد ما الحكومة الجديدة تجي قبل لا تفكر تقدم على الجنسية، وانتظر لحد ما يغيرون هذا القانون. عم تسمعنا استاذ؟ هلو؟ يبدو انه خسرنا الاتصال جمانة. نعم حبينا بس نسأله اذا عنده اي تعليق او any follow up question على شرح الاستيسام. No problem. خلينا ناخد وقفة سريعة ومنرجع منكمل بعد عنا نص ساعة بقانون الهجرة والتجنس مع المحامي سامسيف. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جمانة كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جمانة كيروز. 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جمانة كيروز. أعود إلى برنامج Your Rights مع المحامية جمانة كيروز، ودائما نذكر بأرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023، وبإمكانكم المشاركة عن طريق الواتساب والرقم هو 313-327-7074. حلقة اليوم مخصصة لقضاء الهجرة والتجنس. جمانة نرجع لك مرة أخرى. شكرا رامي. الأستاذ المحامي سام سيف بحب يكمل شوية تعليق على آخر متصل. سام تفضل. شكرا جمانة. طبعا بس على مود نوضح للمستمعين الكلام اللي احنا كنا نحكي قبل، القانون اللي بدنا نحكي عليه هو على فكرة الابندمنت اوف ريزيدنسي، يعني لما الشخص يقدر يتخلى على الجرين كارد. طبعا معظم المستمعين اللي عندهم جرين كارد يعرفون اذا يسافر برا البلد اكثر من 6 شهور لو اكثر من سنة هذا راح يأثر على الجرين كارد. بس القوانين بدأت تتغير ويا ترامب، أنه حتى لو إذا ورا ما سافر هاي 6 شهور لو هاي السنة وبعدين الأشخاص رجعوا وصار لهم 4-5 سنين ما مسافرين برا البلد وهسه يفكر أنه يقدر يقدم على الجنسية، الإميجريشن ويا هاي التغييرات الجديدة اللي صارت قالت لا، حتى لو إذا صار لهم 4-5 سنين ما مسافرين برا البلد، السفر اللي صار قبل 5 سنين لو قبل 10 سنين هم نقدر نباوع عليه، هم نقدر نطلع قرار ضد هذول الأشخاص، نفكر أنه يجوز هم تخلوا على الجرين كارد بذاك الوقت. فحتى لو هسه صححوا
الريزيدنسي مالتهم، حتى لو اذا هسه يقدرون يثبتون ما تخلوا على الجرين كارد خلال اخر 4 أو 5 سنين سابقا، يجوز كانوا طالعوا برا البلد 6 أشهر لو اكثر من 6 أشهر كل سنه، احنا نفكر هم ما يستحقون يبقون الجرين كارد مالتهم، وراح نوديهم للمحكمه على مود نحاول نسحب الجرين كارد مالتهم. هذا بعد القانون موجود ويعني ما تغير، ما راح للمحكمة، فكل شخص يريد يقدم على الجنسية لازم يباوع على الترافل هيستوري مالته ويأكد هذا القانون ما راح يأثر على الجرين كارد ستاتس مالته، مو بس تقديم الجنسية. شكرا سام، شكرا للتوضيح الإضافي. عم نتقبل اتصالاتكم بعد عنا 25 دقيقة موضوع الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف. ناخذ متصل. هلو. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال بلا زحمة. أنا قدمت على سيتيزن فبراير 25 2020، واللي حد هلا ما وصلني أي شيء، وصلني بس الريسيت نمبر. هل هذا هو يعني نورمو او لا؟ لان في حد هلا في اشخاص يعني يعملون الفينجر او يعملون مقابلات جنسيه او هيك. يعطيكم العافيه، اسمعكم من شكرا. شكرا للاسم اذا بتسمح. علي، استاذ علي. شكرا سام، تفضل. ثانكيو سو ماتش. شكرا. شكرا علي. تقريبا شهر قبل ما يصير في لوك داون. نعم، وهي كانت حوالي فبراير 2020. أي شخص مقدم بذاك الوقت يعني ما مفروض هسه محصل انترفيو. عندنا هواية قضايا قدمناها بذاك الوقت، لي هسه احنا منتظرين النوتيسز للانترفيو. قضايا الجنسية حاليا ياخذون سنة لو أكثر، فإن شاء الله عن قريب رح نبدي نشوف انترفيوز لهاي القضايا، بس بسبب الكورونا فيروس كل شيء تأخر، حتى الانترفيوز. ولي هسه نتوقع الانترفيوز رح تستمر تتأخر بسبب أنه الإميجريشن أوفيس، صح هم بدوا يشتغلون على القضايا ويطون انترفيوز، بس الكاباسيتي مالتهم هسه نص اللي كان سابقاً. يعني إذا سابقا يطون 100 انترفيوز باليوم، هسه يطون بس 50، لأنه نص الأوفيسرز ما موجودين بالأوفيس طول الوقت. فاللي الشخص يقدر يسويه بس أنه ينتظر لحد ما يحصل الانترفيو نوتس مالته، بس مو معناته أكو أي خلل بالقضية، هي بس تأثير الكورونا فيروس على الـ USCIS. So الأستاذ علي ما بيقدر يعمل شيء غير أنه ينتظر. نعم، يعني إذا ما محصل الـ fingerprints مو معناتها مرح يعني القضية يستمرون بها. طلع قرار قبل كم شهر أنه الـ USCIS يجوز تستعمل الـ fingerprints اللي مسويها سابقاً للـ green card لو لأي غرض ثاني، فيجوز حتى ما راح يطلبون منه fingerprints. فحتى لو إذا ما أجى على fingerprints يجوز يقدر يحصل interview notice ويكمل على القضية. نعم سام، نذكر جمانة أيضا بأرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023 للمشاركة في برنامج رايت. موضوع الحلقة اليوم عن الهجرة والتجنس في الوقت المتبقي من البرنامج. جمانة نرجع لك. شكرا رامي. وبعرف على فكرة، يعطيك العافية اليوم سام، حضرتك على الهواء لمدة ساعة، ولح تكون حاضر على another format اليوم بالليل كمان لتجاوب لأسئلة مش بس للأشخاص اللي هون بولاية ميشيغان، بس بيجيك اتصالات كتير من كل الولايات المتحدة ومن أنحاء العالم كمان. يعطيك العافية اليوم. أكيد لح يجي كتير أسئلة عن الـ new administration، شو التغييرات اللي ممكن نستنظرها إلى آخره. مؤخراً يمكن شو أكتر سؤال عم تنسأل عن the new administration؟
Well, حاليا بال معظم الناس اللي يخابرون هو تأخير بالقضايا. يعني ما شايفين تأخير هتشي قبل سابقا. نشوف أنه قضية green card خلال الزواج تأخذ 6 أشهر بس من الوقت اللي نقدم المعاملة لوقت اللي نحصل interview. هسه أكثر من سنة. يعني أكثر من المعتاد. الأكثر من سنة. أكو جزء من القضايا صار لها سنة وليها سما محصلين مواعيد للانترفيو. فهذا التأثير يعني هائل للناس لأنه ما يقدرون يعني يمشون بحياتهم بسبب هاي التأخير. وهذا يعني جيد إذا كانوا موجودين بداخل الولايات المتحدة. التأخير والتأثير على الناس اللي برا الولايات المتحدة اللي منتظرين فيزا على مود يجون بعد أكثر. القضايا مع الزواج احنا طبعا نسوي هواية قضايا الزواج لأنه الخبرة مالتنا بهاي القضايا. بس القضايا الزواج للناس اللي برا منتظرين فيزا يعني أكثر من سنة ونص صارت. ولي هسه اليو اس امبسيز داير مداير العالم معظمهم لو يطون قليل انترفيوز لو ما يطون اي انترفيوز سادين الامبسي لاي انترفيوز فور ايميجرانت فيزا. وهيدا من الأسئلة اللي إجتنا هلأ زي فولو أب من الأستاذ سليم اللي بيقول ما بخصوص الفيانسي فيزا من لبنان، هل عم يعطوا انترفيوز ولا لا؟ هل بلشوا يقبلوا انترفيوز ولا لا؟ نعم فيزا. بلشوا يعطون انترفيوز بس كلش قليلة. يعني إذا الناس يريدون يباعون عليها الشغلة وليش أكو تأخير راح يستمر هذا التأخير حتى ويا البايدن administration. كل القضايا اللي كانت تستحق interviews من السنة الماضية هذولا ما حصلوا interviews لو كنسلوا الانترفيوز مالتها. ويلا قبل كم شهر بدوا يطوهم interviews وأقل من كانوا ينطون قبل الأرقام. فأدنا تأخير أشهر قبل لا بدوا ينطون انترفيوز والأرقام قلت ورا ما بدوا ينطون. والناس اللي قدموا ورا هاي الفترة يجوز قدموا بجون لو بجولاي 2020 هذول يجوز راح ينتظرون الحد يعني جون جولاي ديسمبر 2021 قبل اللي يقدرون يحصلون انترفيو. فالتأخير راح يكون هائل ونتمنى أنه البايدن ادمنستريشن راح تحاول تسرع القضايا تقلل من الاكستريم فيتنج مالتهم اللي ترامب ادمنستريشن سوت اللي هم أخرت القضايا. بس حاليا ما راح نعرف بالضبط شو راح يصير لحد ما الحكومة الجديدة تدخل للسلطة. أوكي. خلينا ناخد وقفة سريعة وبعد عنا ربع ساعة نحكي عن موضوع الهجرة والتجنس مثل كل نهار تنين مع المحامي سام سيف. 313-769-6666 The radio WhatsApp is 313-327-7074 ومن خارج الولايات المتحدة 519-256-1023. على فكرة هل بعد الحدود بين كندا وأمريكا الحدود الأرضية مش الجوية بعد مسكرة فقط للإسنشال وركرز؟ نعم بعدها لي هسه مسكرة بس للإسنشال وركرز. ويعني شنو معنى إسنشال وركرز بعدها it's still gray area. أكو ناس هم يدخلون وهو العفو مو إسنشال وركرز هو إسنشال ترافل الفقرة القانون. فأعرف أكو ناس دخلوا بسبب أنه رادوا يشوفون عائلتهم لأنه يجوز مرضى فهذولا خلوهم يدخلون. بس لغرض يعني زيارة عادية هاي مسكرة بالland based travel. أوكي لكن it's not essential workers it's essential travel. مثلا صحيح. إذا شخص رايد
إن كان من كندا لأمريكا أو من أمريكا لكندا يزور عائلة because of مرض أو شيء من هالنوع، هذا يعتبر سفر ضروري أو essential travel من الجهتين من الطرفين. صحيح. أوكي very good. خلينا نأخذ وقفة سريعة وبعد عنا ربع ساعة. 313-769-6666. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيزا الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز. 1-866 your rights 248-557-3645 your rights مع المحامية جومانا كيروز. عودة مع برنامج your rights وحلقة اليوم مخصصة لقضايا الهجرة والتجنس. أرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023. جومانا معنا اتصال. نعم ألو مساء الخير. ألو تفضل، مين معنا؟ معك محمود. تفضل محمود، اهلا وسهلا. بس لو سمحت بدي رقم الافس لمستر زين، بعدين انا بحكي بعضيه. يعني رقم الافس اكيد رح نعطيك رقم الافس. الرقم هو 248-557-3645. اوكي ثانك يو سو ماتش، شكرا على اتصالك. جمانة معنا اتصال اخر على الهواء. نعم. يبدو أنه انقطع على الاتصال، عفوا نرجع لك مرة أخرى. دايما ببرنامج التنين بتردد وقت بدي أحكي، لأنه بعرف بيجي بدي أفتح صح. موضوع أو بدي أسأل سؤال، بعد ما خلصت السؤال بيكون إجا الاتصال، فدايما عندي تردد، بسأل ما بسأل، بنتظر لحظات، لأنه it becomes very hard. ومن جهة بدنا نجاوب على أكبر عدد ممكن من المتصلين، ومن جهة تانية ما بدنا يكون في فراغ بالبرنامج، لأنه God knows we have a lot of questions. As a follow-up للي كنا عم نحكي عنه اللي وضحت لنا إياه المحامي سام سيف، السفر بين كندا والولايات المتحدة، قلت it's not essential workers, it is essential travel. إجينا follow up question على هذا الموضوع من السيدة إيمان، اللي هي وابنها عايشين كمواطنين كنديين، زوجها عايش في الولايات المتحدة كمواطن أمريكي، بس بعد ما عملهم أوراقهم حابين يجوا يزوروه، هل هذا يعتبر essential travel برأيك؟ بال land based travel يجوز ما راح يخلوهم يدخلون للحدود، بس نعرف أنه بالطيران راح يكون أسهل يدخلون لسبب الزيارة، فإذا يعني يجون بالطيارة راح يقدرون يدخلون. بس فشي واحد، إذا زوجها بدأ القضية، يعني بعد هالقضية ما كاملة بس بدأ القضية وقدم I-130s ومنتظر الجواب عليهم، يجوز they'll have a hard time لما يريدون يدخلون، لأنه عندهم قضية لم شمل، معناته عندهم نية يعيشون بالولايات المتحدة، فلما يوصلون للحدود حتى بالطيران يجوز رح يعطوهم hard time، ما يخلوهم يدخلون لغرض الزيارة بس، لازم يثبتون أنه رح يرجعون للولايات المتحدة، العفو رح يرجعون لكندا وراء ما تخلص الزيارة مالتهم، لأنه إذا الزوج US citizen هم يعتبروهم immediate relatives فيستحقون يحصلون green card وهم بداخل الولايات المتحدة، ولهذا السبب يجوز يرفضوهم على البوردر بس لهذا، يعني حتى لو إذا هم كانوا عندهم essential travel. بس قبل ما ناخذ متصل آخر بطريقة سريعة، بتقول هي he still has not done our papers، سلم جدلا أنه بعد ما بلش المعاملة إذا سافروا بالهوى نسبة أنه يقدروا يفوتوا جيدة ما هيك؟ مثل أي مواطن كندي ثاني يستحق يدخل الولايات المتحدة للزيارة بالطيران، هسه أسهل من اللاند بوردر، فعادة يخلوهم يدخلون حتى لو إذا ما يعتبروهم essential travel. أوكي
Thank you very much. ومناخد متصل آخر بعد عنا 10 دقائق. 313 كمان خسرنا الاتصال. عدنا اتصال آخر جمانة. Okay, very good. 313-769-6666. Hello. مرحبا. يا أهلا وسهلا. مع مين عم نحكي؟ جنان. يا أهلا جنان. على المعاملات اللي والد واحد والدته مسويت له معاملة أختي من الزوجة ومسويينها إحنا معاملة سحب من 2013 وليه لسه ما جايين الأوكي مالتها؟ يعني إيش قد تطول بعد؟ 13 ولا 16 2013. نعم، عادة هاي أنواع القضية إذا كانت الـ F3 category، يعني إذا والدتك قدمت لها معاملة لو إذا أنت قدمتي لها معاملة، عادة هاي القضايا أول مرحلة تأخذ سنة سنتين بس. بس لأنه صار لها 8 سنين. نعم، لأنه أنت لو أختك رح تستفاد أكثر إذا أول مرحلة تأخذ أكثر وقت. بدت USCIS تطول أكثر قبل يطون قرار على أول مرحلة، ورح أفسر لك السبب شنو هو. إذا أختك عندها أطفال وهي عادة المعاملة قبل لا تقدر تأخذ فيزا طول لو 11 سنة لو 14 سنة، إذا هذول الأطفال يصيرون 21 سنة لو أكثر بالوقت اللي أختش تستحق تقدم على فيزا، الأطفال اللي أكثر من 21 عادة ما يقدرون يجون ويا أختش. بس لأنه أول مرحلة تأخذ وقت يقدرون ينقصون الوقت اللي أخذت قبل يعطون الأبروفل عليها القبول من الأعمار الأطفال. فإذا القضية أخذت 8 سنين رح يقدرون ينقصون 8 سنين من أعمار الأطفال بالوقت اللي يقدمون على فيزا، وإذا ورا ما ينقصون هاي 8 سنين الأطفال يكونون أقل من 21 رح يستحقون يجون ويا أختك. فهذا فشي جيد، مو معناته أكو خلل بالقضية. معظم الوقت هاي القضايا يتأخون بيهم على مود يخلون الناس يستفادون من الوقت. بس إذا أنت خايفة فشي صار. العفو، بلا زحمة عليك. نعم. بلا زحمة عليك. يعني أمي مريضة كلش، يعني يعني خلصانة، يعني تعبانة جدا نقول. الله يساعدها. اي فما نعرف يعني يعني يجوز تسقط المعاملة بس امي تروح. نعم، وهذا حتى لو تحاولين تسرعين القضية اول مرحلة القضية هذا ما رح يأثر على ثاني مرحلة القضية. هي عادة هاي القضية تاخذ 11 سنة، فاذا باقي 3 سنين لحد ما يقدرون يقدمون على فيزا، لا سامح الله إذا أي شيء يصير للوالدة هم رح تسقط القضية إذا ما إجا وقتهم. يعني باقي الأختك 3 سنين قبل تقدر تقدم على فيزا، وهذا ما تقدرين تسرعين هاي جزء القضية. زين، إذا قدم لها على فيزا الزيارة تقدر تجي أختي؟ إذا تقدرين تثبتين أنه هي راح تحصل الفيزا وتجي بس زيارة وترجع، أكو عندها أمل تحصل الفيزا الزيارة. بس إذا يعني ما تقدر تثبت راح ترجع البلدها، ما راح يعطوها فيزا الزيارة. شكرا جزيلا. أوكي. سام، شكرا على التوضيح. وبعد عنا متصل يمكن يكون اخر متصل نقدر نتكلم معه لليوم. هلو. هلو، يا اهلا وسهلا. مع مين عم نحكي؟ علي. يا اهلا استاذ علي، تفضل. بدي اسال الاستاذ سام سؤال. لي انا هون من 1998 جيت لهوني هجره واخذت الجرين كارد، بس بالمدة الخمس سنين I got in trouble with the law. نعم. حطيت الشغل حطيت وقعت in trouble و did 3 years of probation
وخلصت منه والكيس ديسمس، بس لحديت هلا ما قدمت على الجنسية. نعم، شنو هو كان ال criminal conviction؟ Receiving an stolen car from Canada. It was I bought a car on my name and I didn't know that much about it. I was just giving a friend a favor. At that time I didn't know nothing about it and it was the car. It was, I guess, receiving a stolen car. Okay, ويعتبروها أكيد يعتبروها felony صحيح؟ Yeah, but it wasn't. See, what I did, I put a. In that time, I did, and when we did the play with the court, with the judge, he gave me. It's not going to be on my record, so it's not on my public record. نعم نعم بس ال أكو سبب يسموها public record. معناته ال public ما يقدرون يشوفوا بس دائرة الهجرة راح تشوف كل ال criminal convictions اللي عندك وراح تأثر على ال naturalization application مالتك. طبعا هي تعتمد على من وين انت حصلت هاي ال criminal conviction، يعني يا ولاية وال نعم كانت مشيغن. Yeah, it was Muskegon. I got into Muskegon. Because the guy, okay. The guy I put the car on my name, he sold it in Muskegon. Yeah. And then when we went, yeah. So they saw everything. And I went through everything, the probation. I made payments on it and everything. But still, and I renewed my green card also after the 10 years. I send them and I renew it and everything now. But now I'm just scared if I apply for a citizen. You know, so what's the solution now? So I don't know what to do. Okay. أكو شغلتين وبشكل سريع لأنه أعرف راح نخلص وقت بس أكو شغلتين تأثر على التقديم الجنسية مالتك. أول شيء هي ال good moral character. إذا اللي شغلة اللي صارت أبد ما تخليك تحصل على الجنسية لأنه تأثر على ال good moral character مالتك. لو تخليك تصير inadmissible. والشغلة الثانية هم لازم نأكد عليها، إذا الـ criminal conviction تسويك deportable، يعني يجوز تقدر تحصل الجنسية، بس مرات حتى لو تقدر تحصل الجنسية الـ crime هي بنفسها تسويك deportable، يعني يقدرون يسحبون الـ green card ويسفروك. فعادة هالأنواع القضايا احنا نسأل الشخص يجيب كافي للملف مالته، نراجع الملف الـ criminal conviction ونسوي له analysis نشوف إذا بصالحه يقدم على الجنسية وشنو هو الشانس مالته أنه يحصل على الجنسية بغرض من الـ criminal conviction اللي عنده. فقصدي يعني أحسن لك أنه تخلي محامي هجرة يراجع لك الـ criminal conviction، يشوف إذا تأثر على الـ green card مالتك، وإذا ما تأثر على الجرين كارد إذا تستحق تأخذ الجنسية أو شنو هو chances. استاذ علي عندك أقل من دقيقة إذا بتحب تضيف شيء بطريقة سريعة. جمان أعتقد خسرنا الاتصال من علي، إن شاء الله جاوبنا على سؤاله، نرجع لك مرة أخرى في الوقت المتبقي. نعم، بنحب نذكر الاستاذ علي وكل المستمعين وقصته شوي معقدة، إذا بيحب يتصل Our consultations are free. بيتكلم معه المحامي سام لمدة ربع ساعة، تلت ساعة. It does not matter. وبيقدر يمكن ياخد معلومات نتفي أكتر عن الظروف اللي هو موجود فيها. نعم. سام، تعتبر أنت أنه عطيته كل المعلومات كاملة ولا ممكن يحتاج شخص مثله مثلا ليتكلم مع محامي طريقة أكتر؟ وشو ممكن المستندات لازم يكون بأقل من 45 ثانية مستندات هيك شخص لازم يفرجيها للمحامي لحتى يقدر المحامي يجاوبه بطريقة كاملة؟ نعم، هو أي محامي لازم يجيب الكابي للملف مالته من الـ criminal conviction، فالـ criminal record مالته، والمحامي راح يراجعه ويشوف يراجع القانون الهجرة والقانون ميشيغان، وراح يقدر يقول له إذا يستحق يقدم على الجنسية لو لا، التأثير على الـ criminal conviction. Thank you very much المحامي سام سيف. لكل المستمعين المتصلين رامي thank you very much ولبكرا الله راد.